هيك مشاهدينا تحدثنا أنه شهر أذار هو شهر حافل بالمناسبات، أيضا من الجانب الآخر المناسبات الدينية، وطبعا يعني نتحدث عن أسبوع الآلام. قناة مساواة الفضائية ستكون معكم في نقل حي ومباشر اليوم مساء في الساعة 9 لنقل القداس الخاص مباشرة من كنيسة الجسمانية، مساء خميس الأسرار من الجسمانية إلى كنيسة صياح الديك على خطى السيد المسيح. يصلي المسيحيون في الأرض المقدسة والحجاج في شراكة مع آلام المسيح، ويترأس حارس الأراضي المقدسة صلاة الساعة المقدسة. إحياء احتفال يعيد إحياء أحداث الليلة الأخيرة في حياة يسوع من خلال الأناجيل والمزامير والترانيم، وفضائية مساواة ستكون معكم في نقل في بث حي ومباشر اليوم 9 مساء لنقل القداس الخاص من كنيسة الجثمانية عفوا. بدون شك لحظات بسيطة ولكنها عميقة كما كانت تلك الليلة. أما الذين يحضرون الصلاة داخل الكنيسة وخارجها فيأتون بنواياهم معهم إلى موضع عذبات السيد يسوع المسيح.